بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا راح يكون عن الـ ISSN للمجلات العلمية. يعني كيف أسجل في موقع الـ ISSN وحصل على الكود الـ EISSN؟ طبعا الموضوع جدا جميل. ندخل الموقع issn.org، انتر. بعد ما دخلنا للموقع هذا الرئيسي، تدخل في البداية هنا requesting an ISSN، تنقر عليه. بعد ما نقرت هنا، مجرد هنا تختار requesting an ISSN، بعدين هنا تختار الدولة، مثلا وليكن العراق. العراق، اوكي، العراق. بعدين submit your request. وراها تنقر هنا، هسه قال العراق كذا national country، تنقر هنا. بعدها هنا لك. طبعا اذا عندك حساب، انت مسوي حساب يوزر نيم وباسورد، اوكي. اذا ما مسوي راح تسجل جديد. كيف تسجل جديد؟ في البداية اول شيء لازم نبحث عن الرقم هنا الـ ISSN او التايتل او الى اخره. ننقر هنا ونقول له search، راح تطلع عندنا المجلة الخاصة بنا. شوف، لاحظ هذه المجلة، مجلة جامعة الانبار للعلوم الرياضية. طبعا المكتوب انا حاولت اني غيرتها، هذا الرقم الـ ISSN. هسه اريد احصل الـ EISSN، الكترونيك ISSN. نرجع لورا، ندخل وين؟ هنا تختار select country اللي هو العراق، بعدين submit. لاحظوا وياي هنا المين نيم اوف اورجانيزيشن، يعني المؤسسه او اللي انت تنتمي لها. طبعا احنا جامعه الانبار، فانت تكتب الاسم بالمضبوط، هذا يونيفرسيتي يو كابيتال اوف او كابيتال انبار. هنا تكتب جامعه الانبار باللغه العربيه. هنا اذا اكو اسم اخر تقدر تكتبه. هنا تختار مثلا منو اللي يدخل المعلومات، مستر او مسز. هنا تكتب الاسم لاست واللي الاسم الاول. هنا الادريس، طبعا الادريس انه مثلا حسب الادريس اللي انت تكتبه. مثلا احنا كتبنا تأميم فارز الرمادي. هنا الزت اي بي، طبعا الزت اي بي لازم تكون عندك او انت بكيفك. يعني ناس تكتب 00964، واكو ناس لا. اذا تعرف الزت اي بي مال منطقتك، احنا كتبناه هنا بالرمادي اللي هو 31001. السيتي الرمادي، هنا هو مختار العراق. هنا الادريس الالفابيتك، انه تكتب هنا تكتب جامعه الانبار باللغه العربيه، الانبار باللغه العربيه، يعني هنا جاي يقول لك اورجنايزيشن ان اوريجينال الفابيتك. هنا السيتي الالفابيتك شنو؟ الرمادي. هنا تكتب الرقم التليفون الخاص بك، واذا عندك فاكس تكتبه. هنا الايميل الخاص، الايميل الخاص هنا، والاذر ايميل يعني ايميل اخر، وليكن خلينا نمليها الايميل الاخر. هنا تخلي اليو ار ال اوف اورجنايزيشن، طبعا انه يكون المجله لها عنوان خاص بالموقع الالكتروني، هذا الاصح يعني، ما اعرف. ولكن هو مرتبط من مؤسسة اللي هي اسمها جامعة الأنبار، إذن إلى عنوان المجلة يكون هذا
الخاص بالجامعة. مربوط هو طبعا، إلى خاص هو مستقل يكون أفضل. هنا أنا سلكت طبعا تختار ببلشر، هنا أنا اس ان اوفرنايز ما تتركه، ما عندك في الشيء. هنا أنا تكتب التوضيح، شنو التوضيحات؟ طبعا احنا كتبنا التوضيحات الآتية، انه نريد نغير هاي الرسالة اللي يحب ياخذها يستنسخها، ما اعرف هي صحيحة او خطأ ما ادري، المهم احنا كتبنا هذا هاي البي اي اس اس ان، قلنا لهم وضحنا لهم اياه، التايتل بروفر اللي هو اسم المجلة هذا نريد نغيره طبعا، بليز كايندلي ابروفر تو كاستمايز. غيرنا وان، اول شيء ارجو التفاضل بالموافقة على اول شيء الحصول على طلب التخصيص الاي اس اس ان فور تايتل بروفر، والثاني تشينج ذا نيم اوف تايتل بروفر تو اسم المجلة باللغة الانجليزية، وتعطي اكسبت وتأشر هنا وتقول له سبميت. ورا ما تسوي سبميت يطلع لك كالاتي هاي الرسالة بالموقع University of Amar, thank you for your registering your account كذا كذا إلى آخره. توصل لك، يقول لك إنه توصل لك رسالة على الإيميل، تفتح الإيميل اللي أنت سجلت بها. بعد ما تفتح الإيميل اللي سجلت بها هاي الرسالة وصلتني من عندهم. طبعا هذا هنا كود يكون خاص، هذا خاص ما يصير إظهار. المهم وتسجيل الدخول يكون هيك، واليوزر نيم يكون هذا، فهذني معلومات لازم ما اخفيها. فانت من تضغط على هذا الرابط راح تسوي يوزر نيم جديدة، يوزر نيم انت تدخلها على حسب الاصول. بعد ما تدخلها ولا ما تدخل هنا ولا ما تضغط على هذا الرابط، بعد ما تضغط على هذا الرابط راح تطلع لك صورة كالاتي اللي هي هاي، يقول لك you have successfully validated your email add تنقر log in. من تنقر log in راح يطلع لك يوزر نيم، لازم تسوي جديد، عفوا الباسورد جديد، وادخل الباسورد الجديد على حسب الاصول. بعد ذلك من تريد تدخل مرارا وتكرارا انه عن طريق هذا الرابط، فتكتب الاسم هذا والباسورد اللي انت سويت عليه. طبعا راح تطلع هاي المعلومات الخاصة بالمجلة بالأخير اللي عندك. هذا بالنسبة إلى تسجيل عملية الحصول على الـ EISSN. تحياتي لكم.